مشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم معنا مجاهر جديد، الأخ الحسيني. خلونا بالبداية نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك أخي أهلا الحسيني. بك مشاهدين جميعا، تحياتي للكل، ملحدين كانوا أم مسلمين. أهلا وسهلا فيك أخي الحسيني. حسيني، طيب شو رأيك نبدأ ببطاقة تعريفية عن حضرتك، بطاقة مختصرة تعرف المشاهدين على حضرتك، تفضل. اسمي الحسيني علي، شيعي قرص الاسم. مواليد 1995، مواليد بغداد. سافرت كثير بحياتي، أتكلم 4 لغات، هي ألماني وعربي وإنجليزي وتركي. ملحد من زمان، يعني ما أتوقع أني كنت بيوم أنه مسلم، بس ها يعني بلشت أنه جهرت الحادي من زمان من زمان، ومن عائلة ليست متدينة جدا، وإنما أمي مسلمة وأبي أتوقع أنه هو ربوبي أو يكره الإله بشكل مو طبيعي، لأن كان دائما يكفر. نعم، عندي أخ واحد فقط لا غير. على كل حال ما بدنا التفاصيل كثيرة، يعني نعم ما أكيد التفاصيل كثيرة هي وشوي تكون خصوصية يعني. طيب الحسيني علي، خلينا نبدأ بمرحلة الطفولة. كيف يعني، أو أنت شرحتها يعني أوريدي، مثل ما قلت أنت دخلت فيها يعني. خلينا نجي لمرحلة، يعني أنا أتوقع إذا بدك تحكي فيها ما في أي مشكلة. يعني كيف تربيت، أهلك ربوك، أمك ربوك على الدين، حرام حلال، شغلات هيك. أكيد أكيد، لا ما عندي أي مشكلة. أنا من كنت صغير دائما أحب أسأل عن كل شيء، عن أي شيء أي شيء أسأل. أمي ما كان لها ذاك الدور إنه فوتت الدين بداخلي، لأنه أبي كان دائما مثل ما قلت يكفر، خلى القدسية، ما خلى أي قدسية للدين موجودة بالبيت، عرفت شلون؟ كنت من كنت صغير، يعني كان عمري 9 10 سنين، انه اضوج من اشوف ابويا يكفر، لانه ام تضوج وكذا وكذا. بس يعني انه بدايه اسئلتي كانت عداله اله الاسلام، انه كان هذا السؤال يعني سؤال صغير، وكان عقلي كلش صغير، ف كنت دائما اسال انه اذا اله عادل اله الاسلام او لا. شفت مو عادل، لانه انت كنت مو مسلم، انت كنت زين او كنت مو زين، وانت مو مسلم فانت للنار عدل وقبل، يعني ما له اي دخل بالعدل او بالمساواه، فقط يريدك انه تصلي له والصوم تكون عبد. واني يعني من يعني هن شغلتين، يعني العدل وانه اكون عبد الاحد، الاي كان يكون انه عبد، انه يكمشني، ما يخليني متحرر، ما يخليني اسوي فلان شيء، ما يخليني اسوي فلان شيء. ولهذا بلشت بالأسئلة، سألت الأصدقاء وسألت الأصدقاء، سألت الأهل. أبي ما كنت أقدر أسأله، لأنه كل ما ينفتح موضوع الدين خلاص مالي شغلاني، روح أنت تعلم، روح أنت شوف، روح أنت أقرأ وكذا. يعني برافو برافو، بصراحة يعني هاي شيء جيد، هذا يكون والدك هو ذات نفسه يعني يمحي القدسية من أمام عيونك، قدسية الدين، هذا شيء يعني دافع كبير. بدي أسألك يا الحسيني، يعني أنت بأي مرحلة بدأت تسأل هالأسئلة هاي، بأي عمر يعني تقريبا؟ كان عمري تقريبا 12 إلى 13 سنة، بلشت إنه أدخل مواضيع الدين والتفاصيل وكذا، وإنما كانت يعني تفاصيل جدا بسيطة، بس أكيد أكيد. هي الأساس. طيب يا ريت تحكي لنا كيف تحولت وقت يعني أنت بهالعمر هذا، كلياتنا يعني هالأسئلة بتنطرح، حتى إذا ما كنت مؤمن أو مهما كانت خلفيتك، يعني بهالعمر كلياتنا انطرحت علينا الأسئلة، كيف جاوبت عليها وكيف توصلت إنه دين خرافي؟ تفضل. بالحقيقة الأسئلة اللي أنا أسألها كانت قليلة جدا، لأن أنا دائما المبادر بالسؤال.
أنا كنت الأصغر بين الأصدقاء، بين العائلة، بين الكل. بلشت أني يعني قبل ما أكون بمرحلة 12 سنة إنه مثل اللا أدري أو اللا اكتراثي. بعدين لما دخل الدين بحياتي الشخصية وقام يهددني ويهدد عائلتي ويهدد تفكيري اللي يخلي يعني أهم شيء عندي أنا يعني عقلي ولساني. أنا ما عندي لا قوة ولا شيء، فقط عقلي ولساني. لما هدد وصل للتهديد إنه ما يخليني أحكي، بلشت أفوت يعني بعمق بالدين. بس كان صعب جدا إنه أحاول إنه أحكي للأصدقاء أو للأهل إنه الدين خرافة. مثلا إذا كانت أمي لمدة 30 سنة مسلمة تصلي وتصوم، يعني صعب إنه أقعد يمها أقولها أنت اللي قاعد تقرأي كله مجرد هراء، يعني مجرد كتاب مليان بالهراء فقط لا غير. يعني أنا كنت أقرأ يعني عمري صغير، ما أشوف أي شيء بي طبيعي جداً، مجرد كلمات مصفطة وكهيعص وما أعرف إيش. عرفت كيف؟ يعني بصراحة حسيني، يعني أنا كنت أفتح كتب والدي، والدي كان شيخ، نعم أول ما أشوف عن أبو حريرة على طول هذا أبو حريرة بده يكون موجود. يا رجل كنت بالضبط أقرف منه. تفضل، بالضبط. آسف للمقطوعة دي. لا لا ولا يهمك، عادي جدا عادي، احب اسولف يعني دائما، ما احب بس اني احكي، اتمنى تقاطعني دائما. أكيد، ولا يهمك، أنا معك طول الخط. اكيد. مشكلتي كانت الكبرى انه بعدين تحولت مشكلتي انه النبي كان بالنسبة لي شخص يعني اكره بشكل مو طبيعي، انه لانه يعني ما اعرف نص 1400 سنة لحد الآن هو ميت مقبور بقبره، لحد الآن مؤثر بالحياة، مؤثر علينا، مؤثر علي، مؤثر على أهلي، وأنا ملحد بس مؤثر علي، مؤثر على الوسط الاجتماعي اللي أنا بيه كله. فخلاني إنه علي يعني دائما من أشوف، أنا ما أفتح موضوع الدين قدام أحد، بس من واحد يفتح قدامي أنا يعني يروح عبالك طير وطار، اظل اسولف واحكي وما ادري شنو. بس حياتي كنت انا بمنطقه شيعيه، يعني الاغلبيه شيعيه عظمى، مرحله من مراحل حياتي كانت انه كرهت المذهب السني بشكل، ما كنت اعرف شيء عن المذهب الشيعي، لان انا بالنسبه لي اعتبر ان المذهب السني هو المذهب المسلم الصريح، يعني القرص، فخلتني اكره المذهب السني. فترة من الفترات يعني أشوف إن العالم تلطم وما تأذي أحد، أو كنت هيك معتقد لحد ما هم أذوني طبعا. بلشت أفتح كتب الشيعة. أنا كنت دائما أفكر إنه أقول إذا علي يتبع شخص ويحب مثل نفسه، ذاك الشخص كان هو النبي محمد، ان محمد بالنسبه لي مو اكبر مجرم على وجه الكره الارضيه، هاي اكبر مجرم يعني ما مستحيل. وهذا الحكي اقول له قدام الكل طبعا، يعني خارج عن الموضوع، الشيعه بهم شغله انه احكي على النبي، احكي على الله، احكي على كل شيء الا علي بن ابي طالب، يعني شيء غريب يعني صحيح صحيح. ما ادري يعني. وكنت قريت عن علي بن ابي طالب شلون جلد هذول الاشخاص، ولما اجى على عمر شلون ساله انه هذول يزنوا وشنو عقابهم وما ادري شنو، نفس النبي بالضبط، ماكو اي اختلاف، مجرد انه من الممكن كان مثقف يعني اثقف منهم فقط لا غير، من الممكن. بس نفس كل الرؤوس الكبيره بالاسلام كلها اجراميه بحت بحت، من عمر الى علي، من الكل مستحيل، لانه يتبعون شخص تخيل عذاب جهنم، يعني مستحيل انه شخص طبيعي يتخيل يحرق بشر للابديه طول عمره، كباب هيك تحطه بالشيش وشوي روح، ما يهمه اذا هذا، اهم شيء اذا مو مسلم خلاص تفضل، ما لك حريات، انت عندك
يم هيفاء وهبي تنشوي. ف يعني فت وايد مراحل حياتي، بس اجتي لحظات فكرت انه لحظات بسيطه، انه كخلقيه الكون كمان كنت صغير، يعني كيف انخلق الكون او مثل ما قلت ابي ربوبي، فقال لي لكل شيء خالق، يعني مستحيل يجي. انا ما يعني حتى لو كان انه هناك اله، مستحيل يكون هذا الاله السخيف، السخيف لدرجه انه توصله يهتم بشغلات كلش تافهه، انه انت اذا تشرب كحول، اذا سكرت مره، لا هاي اذا شغلات مهمة، هو بتدخل شلون كيف واحد يمسح طيزه يعني. ما هو بالضبط بالضبط، حس يعني حس المشاهدين الشطف لازم باليسرى مو باليمنى، كل هاي الامور التافهه والبسيطه حياتنا، يعني مشاكل، يعني مشكله الدين ما اعرف. انا بدي بالنسبه لي أسألك، بدي أسألك يا الحسيني، آسف للمقاطعة، شو رأيك بالخرافات مثلا بخرافة نوح؟ يعني أنا امبارح كنت عم بحكي مع أصدقائنا على قناة جسور بخرافة نوح، إنه عاش 900 سنة. شو رأيك فيها هيك؟ طبعا يعني خرافة، يعني نوح يذكرني نسيت اسم اللي كان عصا موسى، يذكرني موسى لما كنت صغير كنت اشوفه بالكرتون انه شلون يشمر العصا ويسويها ثعبان او هيشي، فكنت اضحك بشكل مو طبيعي، يعني اروح انا هم من اجيب عصا وزتها، ها، واقول اقول له الله، اقول له يلا حول لي اياها، اريد اصير نبي، خلي زدت شوفني شوفني. الخرافات طبعا يعني انا بالنسبه لي اسميها قصص اطفال، اللي قبل ما ينامون الاطفال انه تقرا لهم هيك قصه، او يعني مثل ذا لورد اوف ذا رينجز مثلا، نفس الشيء لا اكثر ولا اقل، يعني كلها خرافات قديمه موجوده، نسخ طبق الاصل تقريبا من آلاف السنين، من الحضارات اليونانية، من السومريين، من عرفت شلون؟ فما أتوقع إنه أكو عقل هسه، عقل صاحي إنه يقدر يصدق بهي الشيء أبد، يعني ما العقول النائمة هي اللي بتصدق كل شيء. يعني نحن عندنا ما شاء الله، مثل ما بقولوا نحن عندنا فرشات مفروشة على مدار الشرق الأوسط، الناس كلها نايمة فيها يعني، في نعيم. بدي أسألك، كيف وصلت لمرحلة اليقين إنه الدين خرافة، وخصوصا الدين الإسلامي؟ تفضل. في الحقيقة يعني كل الموجود بالدين الإسلامي بالنسبة إلي خرافة، لأنه يعني منين أبلش، منين أبدي، منين أنتهي، منين خذ راحتك، و يعني خذ راحتك بالكلام، والوقت معك، كل الوقت معك يعني، ولا يهمك. أشكرك. الحقيقة تذكرت هستوني كان عمري 14 15 سنين، وكانت الدنيا حارة، ف شربت شوي عرق بامتحان الدين، فتكاسين عرق شربت ورحت. أنا أمشي بالطريق، أنا دارس، يعني دارس الامتحان، دارس له، فابوع لي فوق اقول له اذا انت موجود رسبني، اتحداك انه انا ما انجح، يعني ببساطه بشكل يعني كلش بسيط، انه اقول له اتحداك اذا ما انجح انا يلا ده شوفني رسبني وانجح واجيب علامات ممتازه. طبعا لما كنت صغير علاماتي شبه تامه كانت بالدين او باي شيء، وكنت دائما انه احط ورقه على الارض او الباب اخليها شبه مفتوحه، واقول له اذا انت موجود، انا صغير، انا طفل بعدني، اثبت لي انه انت موجود باي حركه بسيطه، تعال حرك لي هاي الورقه الشقفه هالكبرها. مع العلم كنت شوي اسوي التحدي صعب، انه الزق الورقه بالقاع
او اسد شبابي بدون هواء، ما يكون اكو هواء. لا بصراحة تحدي، ما بعد تحدي، كأنه زلمة يشيلها. بالضبط. ف يعني من زمان انا اعتبر الدين خرافه، من زمان جدا، بس ما كرهته مثل ما اكرهه حاليا، ما كرهته مثل ما هسه، انه لانه اثر بحياتي بشكل مو طبيعي، انه داس بقلبي، داسه والمسلمين يعني بكل شيء، ما يهمهم انه انت تكون انسان شخص زين او مو زين، فقط كلمه ملحد انه تقول له انا ما امن بربك، هاي تقفل كل شيء، تنهي الصداقات، تنهي العلاقات العائليه، تنهي وصلت لحد القتل، انه انخطفت لمده 12 يوم فقط لانه اني قلت خرب روحه للسيستاني، خرب ابوه للسيستاني، فقط جمله جمله جمله، انه هي قلت ان على نبيكم ها وان على ربكم وان على السيستاني ياكم، فقط انخطفت لمده 12 يوم ضرب، لحد الان عندي الحاله انه تجيني ايام احس بجسمي بعد اثار الضرب، وما بيشي جسمي نفسيا احس أثار بالضرب، نفسية طبعا أكيد. مره ثانيه ومره ثالثه ومره رابعه، وهذا الحكي صار يعني من 2012، من 2012 لحد الان انه انا احس بنفس الشعور مال اول يوم اني اخذوني بيه، فشو ما اكرهه يعني. تقدر، ما بعرف اذا بدك تحكي لنا على القصه هي، طبعا هذا برجع لك، اذا بدك تحكي لنا يا ريت تحكي لنا، اذا ما بدك هذا طبعا برجع لك حسيني. احكي شيء بسيط جدا منه، انه كنت انه طالعين انا واصدقاء، بعض الاصدقاء الغربه اللي ما كنت اعرفهم، فحكيت فتح موضوع دين، وحكيت شغلات بسيطه جدا، انه شلون النبي طار على بغله، وسالتهم مثلا انتم تقبلون انه على اهلكم خواتكم انه 9 سنين ياخذها رجال عمره 45 سنه 50 35 لا 16 سنة عمره. من هذا الحكي وصل حكي بها مثل ما قلت شيعية، فوصل للميليشيات القذرة، بعض الميليشيات القذرة الحكي، ف يعني كنت ماشي بالشارع وبسيارة الشرطة طبعا، اخذوني، والمشكلة كانت مو بس بالضرب، المشكلة انه اني يمهم جوا طبعا معصوب العينين ويدي ما حركها، كان التعذيب النفسي هو اللي اثر بي، انه كانوا يعرفون اسمي واسم ابويا، اسم امي، اسم اخويا، لما كانوا يحكون على امي على والدتي انه احنا راح نسوي هيك فيها، احنا راح كلكم كفره، انتم كلكم عملاء للامريكان، انتم، ف ضربوا المنطقة الحساسة اللي عندي اللي هي والدتي، يعني ذاك الوقت انه ما كنت افكر انه انا اذا اعيش او اموت او اطلع او ما اطلع، بس كنت اريد اتاكد انه اهلي ما يصير عليهم اي شيء، لا اخوي الصغير لا ابويا لا امي، ف من ذاك الوقت بلشت انه لا، يعني الدين خرب حياتنا وخرب بلداننا وخرب وخرب وخرب، كافي يعني خلص لهنا، كافي، لا احترام يعني، هسه ماشي كونوا مسلمين، كونوا ما تكونوا، بس ليش بتمنى يكون الخط مزبوط معك أخي الحسيني، نعم الصوت راح لأنه شوي. ألو تفضل تفضل. ما عم بسمعك أخ جان. عم تسمعني هلا؟ تفضل تفضل كمل، لأنه بس الصوت انقطع شوي ورجع. تفضل. صوتك يروح يجي، ما أعرف إذا قلت لي كمل أو لا. لا تفضل كمل، انا لانه عم بطفي الصوت من عندي مشان يكون صوتك واضح. تفضل. أوكي. المشكلة يعني حاليا ويا المسلمين اللي هي قدسيتهم لدينهم، هالقدسية اللي لا مثيل لها يعني، ومن
ومو قدسيه انه كحب، لا انه خلص عبالك مجمورين انه خلاص انه هذا لا تحكي عليه. ما اكو عالم حتى ما قارئ القران بس لا انه تحكي عن النبي محمد مستحيل. انت ايش تعرف عن النبي محمد؟ ايش تعرفون عن النبي محمد؟ انتم اذا تقرؤوا بدون قدسيه انا متاكد 100% 100% قراءه القران للمسلمين بدون قدسيه راح اكثر من 70% يتركوا، اكثر من 70%. برايك الحسيني، برايك يعني كيف ممكن انا وانت واصدقائنا الملحدين نقدر نشيل هاله القدسيه هاي عن القران وعن الاسلام وعن محمد؟ للاسف ما قاعد اسمع اي شيء اخ جان. عم تسمعني هلا هيك بصوتي واضح شيء؟ صوتي قطع، المشكله بالصوت قطع. الصوت عم بيقطع. طيب ارجع اعيد السؤال، كيف ممكن انا وانت كملحدين نقدر نشيل هالة القدسية عن القرآن وعن الإسلام وعن محمد؟ ما عم بسمع شيء ابدا ابدا. طيب شو رأيك تطلع من الخط وترجع تدخل؟ اكيد ماشي أوكي. اكيد أوكي. طيب أصدقائي أنا بعتذر كثير عن العطل هذا، هو يعني مع الأخ الحسيني بيصير كل ناو اند ذين يعني، فأكيد راح يتصلح الخطأ هذا وما في أي مشكلة. طبعا يعني بصراحة أنا عجبتني كثير يعني ما بقول عجبتني، ولكن يعني قصة الأخ الحسيني وتجربته يعني جديرة بالاهتمام. عم تسمعني يا أخي الحسيني؟ تمام. كنت عم بسألك إنه كيف ممكن أنا وأنت وأصدقائنا الملحدين نشيل هالة القدسية هي عن الإسلام وعن محمد وعن القرآن؟ تفضل. في الحقيقة ما أدري إذا راح يعجب حكي المسلمين، ولو أنا ما أهتم لمشاعرهم حاليا، بس المفروض نخرع عن النبي ونخرع على كل قدسية موجودة. المفروض مثل ما حضرتك وأخ رياض وأخ جورج والإخوان كلهم. طيب قبل ما نبدأ، انا ورياض كنا نقول وينه الله، هو يجاوب بهاي الطيز. ما قاعد اسمعك، المشكله ما قاعد اسمع. طيب شو رايك تشيل، بس دقيقه واحده، انت داخل بخطين، شيل خط واحد منهم، في خطين عندك هون. الو. طيب اطلع وارجع ادخل، اطلع وارجع ادخل. حاليا صوتك اذا صوتي واضح كويس سمعني؟ تمام. انا كنت عم بقول انا ورياض متعودين، انا اقول له وينه الله، هو يقول لي يرد علي بهاي الطيز. فشو رايك نبدا من هلا وينه الله بهاي الطيز؟ ف تفضل كمل، تفضل. بس يعني كيف بنقدر نشيل هذه القدسية عن الإسلام؟ المفروض نحكي بالمواضيع الحساسة جدا، المواضيع الحساسة جدا من الممكن تنفر المسلمين، ومن الممكن يعني تعمل هذا الخوف وهذا الهجز من النار. احنا بطريقة احب اقول انه استحقار بالنسبة لي، اقول انه نحكي احنا يعني دارسين اكثر من معظم المسلمين، على يعني دارسين الدين الاسلامي اكثر من معظم المسلمين الموجودين. فاحنا المفروض كل شيء يكون حساس بشكل اندوسه، لانه هو هذا الشيء الحساس اللي راح يكون البدايه، بدايه الانطلاق، بدايه انه المسلم يفكر انه هذا ما يخاف انه من الله ليش يقول، فراح يفوت بهالموضوع. يعني انا اعرف طريقه تفكير المسلمين بشكل مو طبيعي. فاما يعني طرق، ولو انا اتمنى ان المسلمين يكونون دائما منفتحين ووجهات نظر متبادله تكون، بس لحد الان اقول صعب. لحد الان مع العلم انه كثير من المسلمين اتجهوا للالحاد، بس لحد الان يعني صعب الشيل القدسية، صعب جدا القدسية. يعني 1400 سنة هم مقدسيها
واحنا نحاول اكيد يعني اكيد اكيد بطرق السخرية، بطرق الضحك، بطرق الضرب بالصميم مثل ما نقول، نقدر من الممكن نشيل القدسية. بس ما اتوقع انا بالنسبة لي انه راح ليش ليش راح ندمر. طيب ليش برأيك يعني انه لهالدرجة عقولهم مسكرة؟ يعني برأيك ما حاطين حجر ولا قلت المصريين حاطين جزمة قديمة جوا المخهم؟ هذا سبب من الأسباب. والسبب الثاني هو أنه لما راح تكون عقول متفتحة، أكو عقول متفتحة كثيرة، راح المسلمين المضبوطين السلفية راح يواجهون البقية بالسيف. وهنا هم راح ترجع الموضوع، يرجع لنفسه ويرجع لنفسه. وصارت هاي المواضيع صارت قبل سنين، نفس الموضوع، كل ما تخف قيم الإسلام وقيم المسلمين القدسية الإسلام، يرجع واحد يشيل لك سيف ويقص بذاك الرأس ويقص بذاك الرأس ويقص بذاك الرأس. فدائما يكون هاي الخوف من الموت هو يعني شيء طبيعي لكل إنسان. ولهذا أقول، دائما أقول إنه حتى لو أكو بعض العقول المتفتحة بالمسلمين، فالبقية راح يقتلوها، راح يدمروها، راح يعني مثل ما صار بالأخوة اللي موجودين. طيب بدي اسالك، يعني انت ما انك ملاحظ معي، يعني يلا انا وانت قاعدين عم نحكي وما يعني مستحيل انه هالحثالة هدول السلفيين ولا مهما كان اللي عم يدافعوا عن دينه يقدروا يوصلوا لنا. ما يعني هي ما بتعطي دفعة الشجاعة زيادة للناس انه تحكي على هالدين وبصير الحلقة اسرع بانهيار الدين، يعني خصوصا أكيد بانتر. أكيد أكيد شيء طبيعي. يعني أنا أحب أقول للمشاهدين كلهم، أنا قاعد حاليا اللي عايشين بألمانيا وبغير دول بالسكن الداخلي بهاي، وأنا مهدد بالقتل فقط لأني ملحد هنا فقط. مهدد، أنا قاعد بين 54 شخص، أكثريتهم أهلهم سلفية، وأكثريتهم جبهة النصرة، وأكثريتهم داعش، ومهدد أكثر من مرة. وحاولوا مرة ومرتين، بس الملحد أحلى شيء بالملحد عنده عقل، هذا أحلى شيء بيه، عقله كلش يعني. هاي الطرق، توجهات بالتفكير، الطرق التفكير يعني دائما يتغير، مرونة عنده، عقل بعقله، مرونة خيالية. في أكثر الملحدين يقدرون يعني يسحبون نفسهم مثل ما نقول، خاصة عايشين خارج البلدان العربية. حكي هذا اللي قلت انه صعب اني احكي، لانه خايف على على اصدقائي وعلى اخوتي، حتى اللي ما اعرفهم اللي عايشين بالبلدان العربيه اللي ما يقدرون يحكون ولا كلمه، لانه حياتهم مهدده بشكل مو طبيعي. بس حتى لو اللي ما كان متاكد، يعني احب اقول لكل المستمعين، اللي ما كان متاكد انه اكو اي خطوره على حياته، اتمنى انه يطلع ويقول ويحكي اللي هو يريده، اللي بعقله، الشيء يحب يحكي يحكي، ان كان اي شيء اي شيء اي شيء. حريه التعبير لازم، يعني اني حريه التعبير عندي يعني اتوقعها هي الهي. انا يعني بالنسبه لي انه بحيث تخيل انه انا بالمانيا من اول كلمتين اقول له اني ملحد، لان هذا ما كان، يعني هذا الشيء كان ناقصني جدا، انه اني اقول للعالم. نعم، تفضل تفضل، عم بسمعك. اسمعني يا اخي، الو، نعم، تفضل انا عم بسمعك. اي ف يعني مثل ما قلت، كل ما اشوف اي الماني اقول له اني ملحد وما ادري شنو. هذا الشيء كنت افتقر الى بلدان، يعني حاليا النص الملحدين البلدان العربيه يفتقرون الى، لانه حريه يعني الاحساس اللي بداخلك من تقول للشخص انت شنو، انت صدق شنو، تفكيرك شنو، عقليتك شنو، شيء الى وهذا هو الطعم الخاص. التعبير عن الرأي عند الإنسان تعتبر حرية، والحرية كثير غالية عند الإنسان. أنا شخصياً، يعني أنا هون
أنا ببلاد الغرب صار لي سنين طويلة، ومع ذلك يعني كل ما ألتقي إنسان ألاقي جيناتي عم تصرخ قول أنا ملحد أنا ملحد، يعني نعم أي نعم شخص. فشيء طبيعي هذا إنسان، يعني خصوصا نحن بتذكر في ده فيصل القاسم، طبعا فيصل القاسم معروف، كان في عنده مقابلة مع جريدة أظن بريطانية، فالزلمة قال عم بيحكوا معه انه ليش برنامجك فيه عياط وصراخ، فالزلمه قال لهم الشعوب العربيه هي مكبوته على نفسها من ازل الازلين، اول ما تشيل صحيح. ايدك عن تمه اكيد الصراخ بده يكون، فالانسان بده يصرخ، بده يعبر صحيح. عن رايه، بده يعبر عن اللي جواته مهما كان، يعني كان ملحد ان كان مؤمن ان كان من كل الانواع، يعني بدي اعبر عن رايه، فالتعبير عن رايي شيء عظيم. وانا بدي اسالك كيف شفت انت الجو اوروبا بالتعبير عن رايي، كيف تفاعلت معه، كيف حسيت فيه، خلينا نقول. تفضل. في الحقيقة أول يوم وصلت بي على ألمانيا اللي المفروض كان أسلم مستمسكاتي، فمن سلمت مستمسكاتي سألني الموظف اللي يشتغل هناك، فسألني شنو ديانتك، وصل لخانة الديانة سألني شنو ديانتك، ملحد. فصفنت أنا شوية لمدة ثانيتين، بعدين أنا صفنت قلت أنا قلت مسيحي، شنو مسيحي شنو الدنيا شنو؟ رجعت قلت له ملحد، هو ضحك قال لي هسه شنو؟ قلت له انا ملحد ملحد بس ما متعود اقول، حياتي ما قال انا ملحد بالشارع، واحد ما اعرفه لان اخاف على نفسي، اخاف انه تقص راسي مثل الحضره نبيك. ف كان شعور يعني من اول مره يعني قلت الشخص تعرفت عليه وقلت له انا ملحد، وكان يقول لي هو هم يعني عجوز عمرها 70 سنة حكيت لها يعني عرفت اني ملحد، انصدمت لانه كانت اعداد اللاجئين كبيرة جدا بالمانيا وماكو ملحدين يعني نسب كلش قليلة بشكل مو طبيعي، فانصدمت قالت لي اني هم، فمن قالت لي اني هم هذا الشعور اللي انا ما حاسه قبل بحياتي، ما شايف بالعراق او اي احد انه اقول له انا ملحد وهو قال لي اني هم ملحد، اذا ما كان تفل علي يعني بزق علي او قال لي تكافر لو تعبد الشيطان لو لا لا. فاحساس الاحساس انه مثل الاجهار بالالحاد، هذا الاحساس اللي يعطيك انه خلص انه هيك انا ملحد. ها عرفت شو شلون؟ رأيك، شو رأيك ببرنامج الجهر بالإلحاد؟ حبيته يعني عبه بشكل مو طبيعي، يعني انا يعني اول ما شفت الصفحه انصدمت، يعني ثاني يوم ثالث يوم انا بعثت انه صورتي وقلت لهم انا اجهر، انا اول واحد اجهر، انا بالمانيا خلاص بعد اجهر حياتي كلها اجهر. فبرنامج يشجع جدا على يخلي الناس تفكر صح ويخليها تعبر عن رايها ما يكون، وهذا اهم شيء، هذا اهم شيء يعني الحريه مثل ما قلت انت الحريه، والبرنامج هذا يقدم لك هذا الشيء، يقول لك تفضل يعني مجاميع كبيره من ها اللي هم يمتلكون نفس تفكيرك تفضل انضم لهالمجاميع الكبيره. مع العلم انا احس يعني لحد الان انه من احكي احس انه احنا عبالك اعرفك من زمان فقط لانك ملحد، عبارك انه صديقي من زمان من زمان جدا يعني لانه واحنا ملحد أصدقاء من وقت الولادة يعني، بس صحيح. المشكلة إنه أنا وقت انسحبت من الشرق الأوسط أنت دخلت على الشرق الأوسط يعني، بالضبط بالضبط. ولا يهمك. وأنا بصراحة يعني يا حسين أنا كثير سعيد إنه شباب بعمر حضرتك يعني 20 21 سنة وهالتفكير هذا يكون هالتفكير الناضج، يعني بصراحة نحن نستفقده ونفتقده بشرقنا الحزين، بشرقنا الغارق في الظلمات صحيح. للأسف الشديد. أنا سعيد كثير فيك أخي الحسيني، وأنا بتمنى كل الشباب تنهج نفس الفكر اللي عندك وتفتح العقول حتى نقدر
يعني نتخلص من هالانحطاط اللي عايشينه أهالينا وناسنا وبلادنا تدمرت من وراء هالخزعبلات هاي. يعني كنت عم بحكي لك أخي الحسين إنه قبل ما نطلع على الهوا كنت عم بشوف الأخبار، ففي واحد عراقي جاي من بيعتينه هدول الشيعة ألف على حلب حتى يحارب، عم بقول له لبيك يا زينب، لك يلعن أبوك على أبو زينب الشرموط، يلعن أبوك ذبحتونا بهالشراميط وهالشوية شراميط كانوا شوية شوية عصابة مجرمين إرهابيين لحد هلا عم تدمرونا باسمهم، يلعن أبوكم على أبوهم على أبو مثل ما بقولوا خردنا بلحية أبو محمد الكبيرة. مضبوط. وعلي بن أبي طالب يعني أكيد يعني القسم الشيعي خليه أريده يكرهني بشكل مو طبيعي لأنه ما عندي ذاك الكره من القسم الشيعي، ف يعني هاي الخرية الكبيرة همين بعد علي بن أبي طالب بلحية محمد ذات نفسه أو بلحية علي، خلينا أكيد نزعلوا الشيعة. بالضبط. على كل انا بدي اسالك الحسين، انت فكرت شيء بالمسيحيه مثلا لما وصلت انه الاسلام شفته كله خرافات، فكرت بالمسيحيه بيسوع الدلوع مثلا؟ الحقيقه ابد ما فكرت انه انتمي لاي ديانه ثانيه، لانه مثل ما قلت اكره العبوديه بشكل، يعني اكره اكون عبد لاي احد، كنت احب يعني احسها انه مسالمه اكثر من الديانه المسلمه. من قرات على انه صلب نفسه، يعني هو على مود يسوع على الصليب صلب نفسه على مود هو يحمي العالم من نفسه، هنا انه ضحكت قلت ايه خوش ديانه هاي، اطلع على صفحه. يعني بعد ما يحتاج اكمل اصلا، ما يحتاج ابد اكمل ولا اشوف اي شيء. حلو، هاي صلب نفسه مشان يحمي الناس من نفسه. بالضبط، يعني هو ده حمار أصيل يعني. يسوع حمار أصيل يعني. يا حيف. على كل طيب خلينا نيجي على الموضوع الحاد، برأيك يعني نحن كملحدين شو بنقدر نساوي حتى نوصل صوتنا للناس، حتى نقدر نفهم أهالينا اللي جوا انه عم بتبعوا خرافه، عم بتبعوا على الاوهام هاي، برايك كيف ممكن نوصل صوتنا لي؟ تفضل. نوصل صوتنا، اتوقع انه واحدة الطرق هي هاي حاليا الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي والبرامج مثل برنامج حضرتك اللي هو يعني اتوقع انه اكبر مسبب للالحاد حاليا مواقع التواصل الاجتماعي، انه نقدر نحكي ويا اهالينا او تحكي ويا الاهل بموضوع دين، مثلا تحكي ويا جدك هو صلى مثلا 50 سنه يصلي ويصوم وتجي انت تهدم للدين بساعتين اسئله فقط ينهدم الدين بيها انهدام كامل، صعب ما يتحملها، يعني ما يقدر انه يبدل هال50 سنه. يقول الطباع تغلب التطبع، المفروض يكونون كل مثل ما يقولون المسلمين كنا يد واحدة، عرفت شلون؟ توصيل الكلمة وتوصيل الفكرة، أتمنى من كل الملحدين أنه يتفاعلون بشكل مو طبيعي على مواقع التواصل الاجتماعي على مود صدق تصير ثورة عظيمة تصير، نعيش بأمان، نعيش بحرية، نعيش بتفكير ناضج، نعيش بكل شيء، وهاي يحتاج لها ثورة كبيرة وتضحيات، أكيد راح تكون تضحيات، غير أنه أنا هسه ما أريد أشيل نفسي، أريد الولدي إذا راح يجون الدنيا يعني أريد لهم، فهاي الحياة اللي راح تكون لهم أنا لازم أضحي لها. بكل تأكيد أخي الحسيني. طبعاً أصدقائي أنا فتحت سكايب وبتمنى يعني تتصلوا فينا وتشاركونا، وبعد شوي كمان راح نقرأ التعليقات وأتمنى مشاركاتكم. طب معنا اتصال من الأخ جانو، حبيبنا جانو السباق في الاتصال دائماً، تفضل أخي جانو. حبيبي جان كيفك؟ أهلا وسهلا جانو. الحمد لله
بك في قطيع الأسود حبيبي عبد الحسين. جانو حبيبي، عندي اعتراض على مسألة القطيع هذه. نحن لسنا قطيعا، نحن أسود منفلتة. طبعا قصدي في مملكة الأسود، ليس قطيع القطبان اللي بيمشون اللي خوفهم من الذئاب وناسين انه الراعي بياكلهم. صحيح صحيح، نحن في مملكة الأسود. تفضل. بالنسبة للحق والباطل، انه المسلمين دائما يتبجحون ويصرخون ويسوون كل شيء انه دينهم الحق. الحق ما يراها انه شخص يدافع عنها. الحق دائما يدافع عن نفسه بدون اي اشكال، يعني اذا اليوم او بكرة او ما بعرف شنو الحق راح يظهر. بس عيب عليك انه اذا كنت على باطل وتدافع عن الباطل باسم الحق، هذا هو الاشكال الحقيقي. بس حبيت اسلم على الاخ الحسيني، وشكرا حبيبي جان على كل هالجهد اللي تسويه، وتحياتي لكم وبحبكم. شكرا شكرا جانو، شكرا كثير حبيبي، شكرا جانو. طيب، في الاخ سال، اخونا سال، يا ريت اخونا سال من قناة جسور. تفضل سال. حبيبي نبي جان، تسمعني يا سيد الفاضل؟ اسمعك جيدا، تفضل. تحياتي، اولا تحيه لك يا نبي الحبيب، تحيه للنبي الجديد الحسيني. حياتي احب احس اول بس مو صوتي صح؟ نعم نعم. تحيه للنبي الجديد، وصراحه اشد على ايده وعلى شعوره بالحريه في داخله لابناء، يعني لابناء بلده، بلاد الرافدين، كل اخواننا تحت الاحتلال الاسلامي. فانا كان عندي فكره، يعني الضغوط اللي عم نتعرض لها بسبب هذا الدين او هاي العصابه الصعالي، لاجل ان اخرج اهلي واصحابي من هذا السجن، يس اعبر الاسلاك الشائكه، سانجره، سانزف دما في سبيل خلاصه. انا احب كل محترم، كل انسان حر التعبير، اجهر، ما في داعي من الحال، واجهر باي شيء. وانا انا ضد صراحه انه اخاف والوقت غير مناسب، نو الوقت مناسب باي مكان انت، انه شيوخ الجهل سيسحقوا بلدانكم بالكامل، which is هو بدايه، يعني بدايه يعني الانهيار التام. نعم، اشد على ايدك يا نبي الحبيب. وبالاضافه الى نبي الاسلام، ما هو الا صادوق مجرم سفاح قطاع طرق. ولأخي الشيعة السين السابق علي الفرار، ما هو إلا حمار ضحك عليه محمد لأنه رباع الحمرنة. والشيعة يا حرام عم يعبدوا، يعني عم يعبدوا طبور فارغة، نسوا حتى الله which is غير مزروع الله طبعا في أعلى فخذي محمد، وظل الشيعة يعبدون قبور فارغة. وأحب هذا النظيف كمان، كل إنسان يؤمن بقرآن محمد هو مجرم وإرهابي، لا يعني لا نقاش في ذلك. أي شخص يؤمن بكتاب محمد مجرم درجة أولى، يجب أن يحاكم. وشكرا لكم. العفو العفو أخي سال، وأنا كثير سعيد بمداخلتك، وطبعا لنا لقاءات أخرى. أكيد أكيد، على حبيبي على الخط، أنا ما أسوى حبيبي. سال حبيبي سال. طيب معنا، آسف سال، معنا اتصال من الأخ حكمة، اتصل فينا كمان. أخي حكمة، يا ريت أخي حكمة، تفضل أخي حكمة. هلا حبيبي، شلونك حسيني؟ حياتي حكمة. جعد يقول لك حياتي انت. حياتي حكمة، حياتي. بس في السكايب. تذكرت
حكمت هلا نحن حكمت انت قصص يعني. لا لا ما بدي اعرف، لانه اسال السؤال على كل شيء عندي غايه من السؤال. حسين تتذكروا للاخ حكمت؟ اعرف حكمت واحد بحياتي اللي كانوا جايه بالاول ابتدائي او الثاني. خلي يذكر لنا قبل ما يجهر بالصفحه، قبل ما يجهر بالصفحه هل يتذكر ايش قلت له؟ نبهت له ولا قلت له ما في خطوره على حياتك؟ لان اكو ناس وايد يتهمونا انه احنا ان بس نريد ارقام ونريد اشخاص يجون. حكمت حكمت حبيبي حكمت، طبعا الاخ حكمت هو مدير صفحتنا على الفيسبوك، هو مدير صفحة الجهر بالإلحاد. صدقني يا أخي حكمة، هو هدول اللي عم بيحكوا هدول شوي صيصان لا وزن لهم ولا بقشة شعير ولا بعير ولا أو شعرة طيز بعير يعني. فيعني بصراحة يعني ما أظن يعني بيستاهل واحد يحكي يرد عليهم أصلا يعني. أحب أقول للحكمة تفضل الأخ الاخ الاخ الحسيني بده يعقب، تفضل اخي حسيني. اخي حكمت انا طلعت بارادتي وقدام المشاهدين كلهم، ما حد قال لي انا او اي شيء من هالقبيل. انا ردت اطلع واحكي للعالم، احكي للمسلمين واحكي لاخوتي الملحدين اللي انا اريده. مثل ما قلت كافي مليت من السجن اللسان اللي كنت عايش فيه لمده 19 سنه. وحبيبي حكمة أنا أشكرك جدا على قلقك علي أولا وعلى كل حكيك، وأشكرك لأنه دليتني هالطريق وهذا الطريق اللي أنا ردته. أنا ردت أتعرف عليك وقبل ما أتعرف على الأخجان، أنا هذا الطريق أنا ردته من زمان وردت أختاره من زمان من كلها اللي أنا أريده فقط لا غير. وأشكرك مرة أخرى. تفضل حكمة تفضل. اي مش المشكله انه بس اقدر اسمعها باليوتيوب، مو اساس سمعت من قسم من جوابه. اشكرك حسين ياني، هواي فرحان بك وانتم المستقبل، واذا احنا ما قدرنا نسوي شيء تكملون مسيره من بعدنا. لا تخاف كنا اخوتك وكنا عائلتك وكنا نحبك. شو حبيبي شو كنا نحن ماشيين على العكاكيز يعني. لا حبيبي نحن بدنا نتم موجودين لحتى يعني نشخ على قبر محمد. ماشي انا قصدي يعني الكل ياخذون من بعض. بالضبط انا اعرف قصدك جيدا، ولكن صدقني يعني لسه فينا شويه خير يعني. يعني لسه ما ختيرنا. ماشي بس حبيت الكلام اقوله واحييك. تسلم يا طيب، تسلم. شكرا كثير لك حكمات، واكيد لنا لقاءات في ايات خرافيه يعني. شكرا حبيبي حكمات. شو رايك بالكلام اللي سمعته اخي الحسين؟ تفضل. الحقيقه مثل قلت يعني هو يظن انه هو اللي يعني اذا كان خطر على حياتي انه هو راح يكون المسؤول اذا صار بي شيء، ولو ما يصير مثل ما قلت دائما يعرفون وين يتوجهون وش يسوون. ولو ما كان ذكي انا من كان عمري 12 سنه مثل ما قلت انا شبه ملحد، 9 سنين انا عايش ولو تعرضت لبعض الامور بس بعدني عايش بسبب عقلي. فاحب اقول الحكمة انه ما يخاف، ها اي احد يطلب منه يدليه على هالطريق انه يجهر الحاده او اي شيء انه يطه اياه، لانه مثل ما قاعد يقول لك انه انا اطلب حريتي، اريدك انت بس تدفعني لي قدام على مود احكي اللي بداخلي واسوي اللي اريده و يعني اسوي اي شيء اريده. طيب خلينا نشوف بعض التعليقات على صفحه اليوتيوب ونشوف اذا في اي تعليقات واسئله. انا بتمنى من الاصدقاء طبعا المشاركه. الاخ دانيال عمرو عم بيقول منورين الابطال حسون وجانو احلى شباب. تسلم يا طيب. تسلم يا ورد. الاخ
كاب ساب ساب عباس عم بيقول هالة القدسية ستزول مع الوقت. في طبعا عبد الكريم الشمري هذا من أتباع محمد النجس عم بيقول راح يزور رأسك يا كافر والإسلام باقي يا كافر. وأنا بقول لك يا عبد الكريم طز فيك وفي الإسلام وطز في نبيك على كل. بالضبط. شو بتقول له لهذا الشمري؟ بالضبط. تفضل. والله الشمري إنه يا إسلام يا إسلام يعني أنتوا كلكم جبناء فقط جبناء لا غير. أنتوا ما تتحملون جملة هاي نص ساعة أني قاعد أحكي ويا الأخجان، مش كم جملة حكيت ما تحملتوها قبل تريد إنه ينقص راسي بسبب فشل وضعف دينك، ضعف قرآنك، ضعف نبيك. هذا اللي أحب أقول لك إياه. ولو كان نبيك قوي ودينك قوي مثل ما أنت تتفضل وتريد تقتل العالم بيدك، خلي ربك هو يجي. هذا ربك ها هسه ياخذ روحي ويطلعني فوق ويشويني. أنت شكو؟ أنت شعليك؟ أنت شلك شغل بيه؟ يعني إلى متى يعني هالعقول إلى متى؟ أوه والله عصبني والله عصبني. هو تافه مثل نبيه يعني. على كل الشمر يا فندي، نحن قرآنك حطيناه تحت أقدامنا ولحية نبيك خرينا فيها وإرهابك حطيناه تحت أقدامنا وطز فيك وفي ربك وفي نبيك من هون إلى يوم القيامة اللي راح نحترق فيها، وأعلى ما في خيركم نركبوا. على كل خلينا نشوف التعليقات البقية. الأخ هشام عم بيقول تحياتي إليكم جميعا، الإلحاد هو الإسلام مع نفسك، وحين تسكن النفس تكون النفس في الإسلام مع الكون كله. خروج من الدين هو نصف الطريق إلى الإسلام إلى السلام. آسف عم يحكي على السلام. الإلحاد هو السلام مع نفسك، وحين تسكن النفس تكون النفس في سلام مع الكون كله. خروج من الدين هو نصف الطريق إلى السلام، وليس كل السلام. بشكل عميق مستحيل أن تعيش بسلام بدون معرفة. وجهة نظر فقط ومرشحة للتغيير. أخوكم هشام الداودي. أهلا وسهلا فيك أخونا هشام. طبعا الأخ حكمة عم قول اسأله جان هل طيب. في فوكس إكس عم بتقول يسوع الدلوع يا جان طلع أوسخ من محمد. أنا معك مليون بالمية، يسوع الدلوع هو أوسخ من محمد، ومحمد أوسخ من يسوع الدلوع، وكلاتهم أوسخ من بعضهم بصراحة. في سوزان عم تقول عندي ملحوظة، أرجو أن النقد يكون دائما في على الأديان الثلاثة وليس منصبا فقط على الإسلام، حتى يربط المغيبين بينهم ويكتبوا الخديعة العالمية الكبرى. شو رأيك بالتعليق هذا أخي الحسين؟ تفضل. في الحقيقة اللي عنده المعرفة بغير أديان أتوقع أنه المفروض ينتقد الأديان عامة، لكن بالنسبة إلي أنا ما أفقه بالأديان البقية مثل ما أعرف بالدين الإسلامي. وبعدين إحنا يعني عايشين بوسط إسلامي، يعني هو من المسلمين ومن الإسلام مو من المسيحية. المسيحية تنقتل، يسوع يحرقك فوق، هو يسوع مصلخ يعني لابس بس في الشغلة جو المهم. يعني احنا بوسط اسلامي قح مثل ما نقول، راح نسوي نشيل هالمسلمين وهال يعني التفكير الاسلامي، بعدين نرجع على البقيه اللي هن حاليا ما مأثرين على حياتنا. انا بالنسبه لي المسيحيه ما مأثر على حياتي ولا اي شيء، لكن الاسلام هو اي مأثر. أكثرية الأخوة الملحدين ينتبهون على الإسلام، لأن الإسلام حالياً هو مثل نقول المسيطر على الشعوب العربية. ننتقد دائماً أو الأكثر الإسلام. شكراً لك أخي الحسيني. بصراحة كمان أنا أضم صوتي لصوتك، ويعني راح أكرر نفس الكلام اللي أنت قلته أخي الحسيني. يعني نحن
أولا ثقافتنا إسلامية 100%، ولا نعرف عن المسيحية غير بعض كلمات الإسلام هو اللي عرفنا عليها، والمسيحية الحقيقية لا نعرفها. فانتقادنا للمسيحية ما راح يكون بهالشكل اللي نقدر ننتقد الدين الإسلامي. وبعدين الإرهاب اللي مسلط على رؤوسنا ويهددنا مثل الشمر يا فندي، هذا المسلمين هم اللي يهددون قتلنا وهم اللي يقتلوننا فعليا يعني. فالإسلام هو الواجهة. وعلى فكرة كمان واحد بيعت لي على الفيسبوك ومن الملحدين، هل أنت مسيحي؟ يعني شو واحد لا يعني هالاتهامات هاي انه انا مسيحي يعني متخبئ بالالحاد وعم بهاي مشان اهاجم الاسلام. فكتبت له نعم انا من عباد الصليب مسيحي وافتخر، وقوية انت واللي بتد على ايدك كمان. يعني شيء غير معقول. على كل حال اخت سوزان، في عنا سلسله جايه، الاخ رب جلده رسول جلده الحنفيه الاخ جورج بول، هو طبعا من خلفيه مسيحيه، راح نعمل سلسله عن اليهوديه والمسيحيه ونبهدلهم كمان بفضل اخونا جورج، واكيد يعني بتمنى تتابعونا ونشوف. طيب في الاخ علي العراقي عم بيقول سؤال، القرآن من سوا اللي حجيكم القرآن مو من الله لعد منه سوا، هو يعني عم بحكي كاتبها باللهجة العراقية، قراءتي باللهجة العراقية ما زيادة، أنا ممكن أحكي اللهجة العراقية وبفهمها بس القراءة ما نتعود عليها. فهو قصده أنه من سوا القرآن إذا ما كان من عند الله ومحمد، يعني من سوى القرآن. تفضل أخي الحسين. يعني أحب أقول له أول شيء، هو المفروض يفكر أنه لو الله اللي منزل القرآن، هذا الكون كل هذا الكون اللي يعني ما لا نهاية بعد الآلاف الشغلات ما مكتشفيها، فالكتابة بالقرآن كتابة إنسانية بحتة، طريقة العذاب، طريقة الحكي، طريقة الكلام، طريقة يعني شو يريد منك. يعني أحب أقول له، هو اسمع علي أتوقع قلت لي أحب أقول له أنه التفكر، شيل القدسية أول شيء، فكر أنه رب نزل هيك قرآن، فيعني مصيبة، هاي مصيبة إذا هذا خالق الكون يجي يكتب. فأحب أقول لك إنه هو محمد، يعني أنت لا تصدق إنه كان راعي غنم وأول آية قالت له اقرأ وما أدري شنو، لا محمد، ومن الممكن إنه يكونون 15 نفر ويا محمد همين كاتبين ما تدري، بس مستحيل يكون هذا من الإله. كاتب القرآن إذا دخلتوا بيوتكم سلموا على أنفسكم يعني. بالضبط يعني مستحيل. أي حمار بيقول لك لما تدخل على بيتك سلم على حالك يعني. فعلاوي لما تقرا القران شيل القدسيه، اقراه ككتاب عادي وراح تكتشف انه هو مو من الرب، انا متاكد 100%. طيب خلينا نروح نشوف في الاخ ليدو اظن بالسكايب عم يقول اهلا اخ جان، اردت ان اشارككم قصه ظريفه لي. عم بيقول عندما كنت في الابتدائي كنت ضعيف في التربية الإسلامية، وفي مرة قرأت سورة من القرآن وفي الأخير بدل ما أقول صدق الله العظيم قلت سقط الله العظيم. وأعتقد هذه بداية الحادث. أنا أحييك بالفعل، سقط البطيخ بس لكن ليس عظيما يعني. طبعا مواقف الملحدين ظريفة جدا، أكو مواقف يعني مو طبيعية، أنه شلون اتجهوا للإلحاد شلون وصلوا لهالفكرة، اكو مواقف كثير يعني كثير كثير ضحك بشكل مو طبيعي. حصلت شي معك شي موقف هيك ظريف؟ موقف انه الورقة، انه مرة حطيت ورقة على الارض بالبداية وفتحت البوب والهاي، وكنت يعني انه اتكلم مع الرب انه اقول له حرك لي اياها، فما حركها، كان اكو عاصفة
فتحركت الورقة شوية. أنا رجعت سويت، قلت له يعني معقولة تحركتها؟ أحكي سويت، جيت حطيت الورقة على لساني وحطيتها بالقاع، وقلت له يلا هسه حركها، وانتظرت وما حرك. وهاي هم كانت بداية. كانت بداية فعلا فعلا. طيب معنا اتصال مرة ثانية من الأخ سهل. أخي سهل تفضل. اي جاز ثانك يو حبيبي، ثانك يو على المداخلة مرة ثانية. تفضل حبيبي. أنا بس حبيت أعبر صراحة عن أمر مهم أنا أعتبره جدا مهم. تفضل. لماذا نعطي الفرصة للإسلاميين بالتحكم فينا في الغرب مرة أخرى؟ أنا أعتقد أنا حتى في يعني أدعو للجهر أينما كنت في البلاد الإسلامية وفي بلاد الغرب. ولهذا السبب أنا دائما أقدس هذا الرجل أحمد حرقان في وسط الإرهاب الإسلامي وبكل شجاعة يعبر عن رأيه. المفروض الكل يعمل كما يعمل أحمد وكما يعمل إسماعيل وإسلام وغيره. الجبن والخوف يعني تموت مرة أحسن من تموت 20 مرة أو آلاف المرات في حياتك. يعني في نقطة مهمة جدا في الغرب في أوروبا وفي أمريكا، لماذا أعطوا الإسلاميين فرصة أخرى للتحكم في حياتي بعد أن هربت من بلدي؟ صح ولا لا يا جان؟ تأيدني في الرأي ولا لا؟ طبعا طبعا أنا وأيدك مليون بالمية مليون بالمية. وبصراحة يعني الشجعان الأخوة اللي الموجودين هنيك، أنا بتمنى من هالصنصان اللي طلعوا لنا امبارح عم بيقولوا انتوا عم تغرروا بشبابنا، لك مين انتوا حتى تحكوا عن شبابكم؟ يعني مين انتوا يا جبناء؟ يعني انا موجودين عند الاسلام شيوخ جهل يعني سوات. انا يعني باي ذا واي انا مش ادعو بس انا هذا مر في حياتي، انا عملت هذا واطلق علي النار في بلدي هناك في هذا البلد المقرف تحت رعاية شيوخ الجهل والاسلام والشيعة والفاكس. ان الاسلام يحارب، محاربة الاسلام واجب انساني. بالضبط بالضبط. لماذا انت خائف في اوروبا؟ لماذا خائفين؟ انا يعني اي واحد يتدخل في حياتي في حريتي سأبطش به 100%. بسيطة. على كل حال أنا أضم صوتي لصوتك أخي. لا إجابة للحياة. أمس يعني أنا صراحة فعل كار الأمر. لماذا نأخذ من الخائفين؟ يعني يحكوا الناس كثير أنه لا خوف على سلامتكم. وليش يعني أما ترضى تعيش عبد عندهم أو أعلن عن حريتك وأجابهم؟ وهي النقطة الأولى في بلاد الساقطة تحت الاحتلال الإسلامي. اما في الغرب لا محال يعني تواجه اول يوم توصل فيه بهذه البلاد، وعلى استضافوك لازم تحترمه وتبلغ عن دوله جبهه النصره جبهه الاخوان المجرمين وهم واتباع محمد. الظهور بكل شجاعه امر ضروري ضروري جدا. بالضبط. ولا يهمك سأل، أنا مثل ما قلت يعني أنا أحييك وبصراحة أضم صوتي لصوتك. يعني الشجعان مثل أخي أحمد حرقان، إسماعيل محمد، إسلام إبراهيم، أسماء كثيرة، أيمن صديقنا أيمن، يعني أسماء كثيرة بصراحة يعني وموجودة في قلب العالم الإسلامي وتتحدى هالكلاب هذول. ونحن جايين في كم واحد صوص من وراء البحار، يا شبابنا اللي عم تغرروا بشبابنا. لك مين انت يا صوص حتى تحكي على عفوا يعني المتفرج يجب ان يشعر بالخزي جسمي يعني متفرج فقط. لماذا جان شايل يعني سيف يعني سيف الاعلام لحاله وانت تتفرج وبس تضرب كليك لايك؟ لا لا على كل حال على كل حال اقول لك اخي سال، انا ماني لحالي. انا لما طلعت انت طلعت كمان، وشكرا لك. والاخ ديفيد طلع، في كتير اخوه، اخ نايف طلع، كلاتنا طالعين وشباب عم بيزيدوا والبرامج عم تزيد وشيوخ الشيوخ الجهل هذول راح نخرب في دقن الواحد وذقونهم النجسه هاي. وفي تصحيح اخير لو سمحت، في تصحيح، حكمه لم يكن اسمه حكمه هو بل حكم بن كثير. تمام تمام وصل. انا اسف انا لانه يعني اخذت الحكمه القديم وصار اسمه ابو ابن كثير. حكم بن كثير. وشكرا لكم تحياتي للجميع. حبيبي سال، حبيبي سال، شكرا لك شكرا لك. طيب شو رايك نروح شويه تعليقات ثانيه ناخذ اخي
ما عندي اي مشكله. طيب يلا نشوف اذا في متوقع القعده هي حلوه يا كيف؟ اقول لك ما توقعت القعده والكلام وياكم بهالشكل راح يكون حلو وجميل، يعني ما تتخيل ايش قد فرحان هسه عبالك قاعد هنا أنا يمي وبالبيت و... الحسيني بصراحه يعني نحن الملحدين يعني عاداتنا راح انا ابشر اصدقائنا انه عاداتنا راح تطول، وانا من يعني اظن من الاسبوع القادم راح اطرح ساعه ساعتين يوميا حوارات ساخنه ما عدا برنامج الجهر، وراح نحكي كثير وانت اول مدعوين للحسيني يعني كل يوم. أشكرك. انا متاكد اشكرك جدا يعني هل نجاس الاسلام الاسلام القذر هذا راح حطيناه اول شيء تحت اقدامنا وراح نفعسه وراح ينتهي من الكوكب هذا بكل تاكيد يعني. طيب خلينا نشوف التعليقات الجديده. مين عبادي اظن عم بقول أحييك جان على البرنامج الجميل وجهودك الجبارة، ونحيي الأخ الحسيني على شجاعته وأفكاره، أتمنى لكم التوفيق والنجاح في كل مساعيكم، ونحن في انتظار صورة جديدة بعد صورة الوسكي وحبذا تكون عن العرق. لك تكرم عينك والله. أشكرك. أمشي العرق. في أظن نيرمين عم تقول عزيزي الحسيني أحييك على على فكرك المتنور، ولا بتمستك البشبوشة ولبسمتك البشبوشة، يحيى العراق الحر. شكرا أخي جان. شكرا نيرمين. في سوزان، في سوزان عم تقول طيب لو نحن ألفاظنا شوي ونبطل نسب الإله بدون داعي، عمال على بطال حتى إذا تابع المسلمين المغيبين لأول مرة نشد انتباههم ويستمروا في متابعة الحلقات، كما أننا لا نجرأ لا نتجرأ على أن نشير الحلقات. هؤلاء بشر وأخذين تعليمات بعدم سماع أي شيء ولا مناقشة أي شيء في أي مخلوق أي كان، فهم منغلقين تماما حتى من نسميهم بالمسلمين بيوت نفس الشيء. شو رأيك بالطرح هذا؟ وجهة نظر أكيد جميلة جدا، بس أتوقع أنه اللي كتب التعليق ما سمعت الاسم بالبداية، ما يعرف المسلمين لدرجة. سوزان 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 سوزان، وكمان يعني بنت بمجتمعاتنا يمكن العربية، فما أتوقع أنه تعرفين المسلمين بشكل مضبوط، لأن المسلمين ما يعني ما تفيد وياهم الكلمة الحلوة أو أن تقول الإله أنه بسيط ولا ما موجود إله، أرجوك تركه ما يفيد. القدسية مستحيل تروحوا بهالشكل لأن قدسيتهم مو طبيعية، يعني القداسة اللي عندهم للإله والمحمد مو طبيعية، فإحنا من نحكي هالحكي ونقول تبا للإله، ما أحب أقول لك نخرع على الإله قدامك. هاي اللي تفيد، لأن غير شيء ما يفيد. أنا متأكد إنه الأخ جان همين نفس وجهة النظر عنده، لأن هو همين أكيد جرب يحكي بالمنطق ويحكي بالمفهوم بدون استهزاء أو سخ يعني تسخيف للإله، بس ما يفيد يعني أبدا، ما يفيد أبدا بصراحة. هو يعني في بعض المسلمين، أنا أحترم وجهة نظرك أختي سوزان، في بعض المسلمين قد يكونوا منفتحين عقليا يعني ممكن يتقبلوا ممكن يعني، بس ولكن أغلب المسلمين على العموم لأنه ثقافتهم هم ثقافة شتائمية حربية مقاتلة، إذا ما جيتهم بالعين الحمراء ما راح يفهموا. يعني أنا لما أقول لهم مثلا محمد نبيكم عليه افضل الخرى والاشخاف، طيب معنا الاخ معروف، خلينا تفضل اخي معروف. تفضل اخي معروف. مرحبا. اهلا وسهلا معروف، تفضل. كيفك؟ اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، تفضل. ضيفك الكريم استاذ حسين. حياتي. اشكرك. اهلا وسهلا.
أخجان في تعليق تحت الفيديو مثير للانتباه قليلا لو تقرأه على الجمهور. ما أنا بس لو تقول لي الاسم تبعه وش. أعتقد جنتلمان المعلق اسمه جنتلمان. جنتلمان أيوة جنتلمان عم بيقول سؤال أرجو الرد لكي تصحو على الحقيقة، هل تعلم أن الأرض حقيقية مسطحة ثابتة وأن القرآن وقد آمنت بالله لا خليني أكمل التعليق العام والله رائع هذا لقطة الزلمة جنتلمان السؤال أرجر يعني وهو واضح من كتابتك الحلوة لكي الرد لكي تصحو على الحقيقة هل تعلم أن الأرض حقيقية مسطحة ثابتة وأن القرآن ذكر ذلك سطحت بسطت مدت دحاها إذا علمت أن كل ما تتلقنون تلقين من دون بحث هو خاطئ بداية من الانفجار العظيم وطبيعة الكواكب والنجوم الغير مادية شلون كيف يعني في نجوم غير مادية يعني يعني في بالنسبة لهم هذه شراب يعني شراب الوردة شراب يعني تشوفه لكن هو غير مهم نعم أكمل بالضبط لا أقول لك شغلة معروف أنا عندي كان خالي شيخ ودقنه طويلة فكان يقول بتذكر كنت طفل يعني بالثمانينات هاي كان يقول بوقتها كانت طالعة مسألة كتير الإعلام التلفزيون يحكوا فيها وشيء إنه الناس طلعت على القمر فكان يقول لك كيف يعني طلعوا على القمر القمر نور موجود في السماء يعني كيف طلعوا على القمر فأظن الأخ من نفس الفصيلة يعني الأخ يقول في أقمار صناعية كذب أيوة طيب خلينا نشوف وين وصل عند الشراب بتاعه هذا وطبيعة الكواكب الحق في المصدر كي يرسل هذا التعليق إذا لم يكن هناك أقمار صناعية ما هذا الكرام وطبيعة الكواكب والنجوم الغير مادية والتي هي عبارة عن ظاهرة ضوئية في القبة السماوية للأرض وكل ما تلقنتنوه عن البطيخة هذا عن الجاذبية والضوء خاطئ وأنه لا توجد قارة قطب الجنوبي يا السلام وأنه لا توجد أقمار صناعية وأنهم لم يصعدوا إلى القمر عند ذلك ستعيدون النظر في كل أفكاركم وكل ما تلقتتموه عرفت يا جار أن جدك لا لا أنا بدي أقطع شعري معروف أنا بدي أقطع شعري بصراحة يعني أنا قام يوقع شعري لم يخلق لك شعرا بالضبط يعني لو كان عندي شعر كان هلا قطعته كان شفت زماية تفضل معروف تفضل روح جدك الذي كان يقول كيف صعدوا إلى السماء لا تزال بيننا حية بالضبط صح للأسف في هذه العقول للأسف الشديد يا حيف يا حيف وتلمسه يداه ويشعر به فقط من أجل النص أتاه من قبل آلاف السنين أصل بالضبط يعني كل حد لكي يصدق هذا النص يا حيف وهذا هناك تفسير لهذه الحالة قاله لك الأخ قبل قليل انهم جبناء هو السيف الاسلامي خلاهم جبناء بكل معنى الكلمه صح التفكير يخاف ان يفكر حتى دماغه يخاف ان يستخدم للاسف الشديد ان كنت تخاف فاجلس في بيتك ترى ولا تشارك في هذه الامات ولا تجعل من نفسك ضبط ولا أنت خلقت قناعاتك لنفسك وغب لسانك واسكت ليش تضحك عليك الناس تحياتي معروف تحياتي شكرا كثير لك حبيبي وأكيد نحن الجبناء سوف يهربون مننا وهالصيصان اللي حوالينا دول اللي توقوق لن نسأل عنها على كل حال كما قال القذافي إلم
هو بغض النظر من قال يعني بصراحة القذافي هو من هالمجموعة هاي الجبناء اللي يعني ما راح هذا أصنصل أصنصل أصنص هذا القذافي يعني لا صدام ولا بشار ولا كلهم تعرف يعني يقول لك ليس هناك وجود لكائنات فضائية، من أين أتى إذن؟ آه بسيط بسيط. تحياتي معك، شكرا كثير حبيبي، شكرا. طيب عندك شيء تعقيب على هذا ابو مش عارف ايه؟ جنتلمان، احب يعني اقول اللي يتابعونا اذا انتم مسلمين هسه يتابعونا، ما قال شيء غلط ابدا، هو جنتلمان يعني هذا الحكي مكتوب بقرآنه وهو مجبور يآمن بقرآنه حرفيا، فهي من الأسباب اللي تخليك تعوف القرآن، هاي واحدة من الأسباب اللي يعني ما قال شيء. يعني أتوقع أنه بعض المسلمين إذا هسه قاعد يتابعونه أو راح يتابعونه راح يضحكون إذا كانوا متعلمين ويعني متأكدين أنه الأرض كروية بيضاوية الشكل، ها راح يضحكون. بس أحب أقولهم من هم راح يضحكون؟ أنه الله ربكم ومحمدكم هيك قال. انتم ما راح تضحكون على هو الولد يعني الجنتلمان هذا، راح تضحكون على نبيكم وعلى ربكم وهو هذا الصحيح. يعني هو والارض دحاها بعد هذا قطعها، مثل الشيخ اللي يقول الطير تقعد شو اسمه شلون تروح لغير دوله، ما ادري شنو، ما اتذكر هذا الشيخ ضحكني بوقت. لا هو نفس الشخص جنتلمان كاتب تعليق مضحك بصراحة، يعني تحدي قائم، إذا أثبتتم أن الأرض كروية سأصبح ملحد. يا سلام جان، ممكن تدز له صورة الأرض؟ ممكن. طيب أنا عجبني بصراحة، عجبني كاتب تعليق ثالث، كل هذا الكلام بعيدا عن الدين، وأتحدى أي منكم أن يناظر علميا. للأسف أنتم ما زلتم متأخرين ولا تعلمون شو اللي صار بالعالم. هو نفسه جنتلمان هذا، نحن متأخرين ولا نعرف شو صار بالعالم. راح شو بدي أحكي يعني صراحة هذا صدمني، يعني صدمني. طيب في صح الأخ أحمد عم بيقول يا أخي جان أرجو أن تعمل حلقة عن تعليم والتربية في الشرق الأوسط ومقارنتها ببقية الدول. تكرم عينك أخي أحمد، أنا يعني راح أشوف أصدقائنا، مع أنه نحن تطرقنا لهيك مواضيع ولكن ليس يعني أنا ماني رضيان عن اللي تطرقنا عليه بتعمق. أنا رايد أعمل حلقات متعمقة في التعليم بالشرق الأوسط وتأثيره على المجتمع وعلى الأخ حكمت بعت لي عم بيقول لي تحدي قائم، إن ثبتتم الأرض كروية سأصبح من الملحدين. أعمل معه مناظرة. هو طالب مناظرة على كل حال، يعني الأخ هذا جنتلمان طالب مناظرة، ولكن يعني شفنا علماء كن ناظرونا، يعني مثل هذا هيثم الحسالي، هذا يعني من أنتم؟ ولد القذافي من أنتم؟ مع أنه أنا يعني أحتقر القذافي وأمثال القذافي، ولكن يعني تجي مرات من أنتم؟ طيب أنا على كل حال بدي أسألك سؤالين أخيرين أظن ونختم الحلقة هاي. أكيد. شو رأيك لمستقبل الملحدين في الشرق الأوسط؟ يعني نحن هالمجموعة الملحدين بالفيسبوك باليوتيوب اللي طالعين عم نصرخ نساي برامج وعم نزيد يعني بسرعة البرق تقريبا، يعني أنا من 6 شهور ما كان في هالبرامج اللي عم تطلع، هلا أصدقائنا كفوا ووفوا يعني، وأنا يعني متوقع المزيد خلال سنة سنتين يصير انفجار في البرامج هاي. برأيك الحسيني لوين رايحين؟ شو نهايتها بعد؟ تفضل. احنا اذا دامت
هالبرامج او زادت، فأنا متاكد انه راح تكون ثوره فكريه عظيمه، راح تكون راح يعني احنا الملحدين هم انا متاكد انهم راح يطورون البلدان العربيه بعقلهم وبايدهم، ايدهم كبناء مو كاي شيء ثاني، يعني ماكو ملحد يقتل مسلم مستحيل. فهالبرامج هي البوابه العملاقه اللي راح تنفتح العقول جميعا، ان كانوا مسلمين مسيح كل المؤمنين باي شكل من الاشكال. وانا احب اقول يعني لحضرتك ولكل البرامج واحنا راح نتفعل عربانة، وهذا مو اسمه قطيع وانما حب ونشر نشر وقمع، يعني نشر تفكير متنور وقمع التفكير الإجرامي للمسلمين وللإسلام. بكل تأكيد، بكل تأكيد أخوي الحسيني، وطبعا كلاتنا سوا وكلاتنا يعني راح بوحدتنا ومثل ما بقولوا بنحط ايدنا بايد بعض، وهالخرافه راح ندعسها تحت اقدامنا، وبلادنا راح ننقذها من هالخرابه الدمار هذا اللي صاير، وهالانحطاط اللي شايفينه اللي ما عدى على الكره الارضيه في هالفوارق الحضاريه، يعني ما عدى على المعموره هي انه تكون في حضاره متقدمه مثلا مثل الحضاره الغربيه الموجوده حاليا، وحضارة منغمسة في قعر الانحطاط مثل الحضارة الشرق أوسطية، يعني ما عدى على المعمورة أنه يكون في فارق لهالدرجة. يعني شفنا نحن مثلا أيام الرومان كانوا مثلا حضارتهم قوية شيء، الشعوب اللي حواليها ما كانوا منحطين، ما كان فيها الفرق الكبير بالحضارة. فيعني بمجهوداتكم أنتم الشباب، أنتم عليكم الحمل يعني مثل ما بقولوا، بكل هالمجهودات هي اكيد راح نحط الاسلام تحت الارض ونحطه تحت اقدامنا وراح نقبره ونقبر الانحطاط معه. اخي الحسيني، كلمه اخيره بتحب توجهها للمسلمين للملحدين لاي شيء تريد تقوله تفضل. والله احب اكيد اسلم على الكل ان كانوا مسلمين او ملحدين، واحب اقول للملحدين خاصه ظلوا أقوياء، ها لا تتنازلون عن تفكيركم، لا تتنازلون عن رأيكم مهما يكون مهما يصير، مهما يعني إيش ما يصير بيكم أبدا، لأن هي هاي حريتكم، مو أنتم الغلط، هم الغلط، هم أكيد 100% الغلط. أبدا لا تفكرون لا يجي يوم عصيب مثل ما نقول ها بأيامكم وتفكرون أنتم غلط وهم صح، ومن الممكن أنه تصححون داخليا أنه الإسلام ماشي خلص هنا نقفله بعد بس لي قدام، ابدا ماكو رجعه. بقول للمسلمين انه كافي والله مليت والله مليت. وانا طبعا المشاهدين يتفاجئون انه اقول والله او شيء تسميات لا اراديه، لان احنا عشنا هيك ويا الاهل ويا الكل. المهم هم انه إذا أنتوا صدق إسلامكم حقيقي وربكم حقيقي وأنتوا أقوياء مثل ما تزعمون، واجهونا بلسان لسان فقط. إحنا ناس أكثريتهم مفكرين ويعني مهما يكون، بس ما حد أكثرية يعني أغلبية الملحدين ما راح يستخدم إيده على مود يكتلك أو على مود يخل يعني تغير تفكيرك على موده أبداً. فصيروا رجعوا صيروا بني آدمين مثل ما نقول، ها بشر، فتحوا عقولكم، استمعوا، لا تظلون هاي القدسية هيجي، استمعوا للكل، استمع للملحد، استمع حتى لليهودي للمسيح، استمع فقط، استمع، ما راح يصيبك شيء بالاستماع فقط. فأتمنى لكم الخير، وأتمنى تعيشون كلكم بسلام، وأتمنى كل الخير لحضرتك جان. تسلم، قاعدة كانت حلوة وراك بشكل مو طبيعي، تونست جنتلمان، ضحكنا بشكل
سلامي للجميع فقط. تسلم يا طير، واكيد اكيد الحسيني لقاءاتنا راح تكتر وراح نعبر براينا بكل اريحيه، وانا متاكد انت خاصه يعني لك معنا لقاءات جايه، وحضر نفسك للقاءات حتى تفضح الحساله هي، خصوصا اصحاب الذقون الطويله هالعرصات هذول اللي مسمين حالهم شيوخ اسمهم عرصات هذول، والمقتدين بالعرصه الكبير لمحمد، العرصه اكبر عرصه في التاريخ يعني، يعني ما حدا قدم نساء للبشريه في سبيل انه يعملوا له شغله او شيء غير محمد، يعني هو اكبر عرصه في التاريخ، اكبر ابو قرون في التاريخ البشري على على الاطلاق يعني. اخي الحسيني انا بشكرك كثير، اصدقائي بكره لقائنا مع الاخ احمد حمدان في حوار مفتوح مع الاخ احمد، فاذا عندكم اي اسئله بتمنى تحضروها، واخونا احمد راح يكون معنا، ونشوف اذا بنقدر الاخ رياض يكون معنا كمان، فبتمنى يعني ما بعرف لانه اخونا رياض عايش في اقصى الغرب، يعني المشكله لا يجي من الشغل، هو بنكون نحن هون عم ننام الا شوي يعني، ف لا نشوف اذا بنقدر نستضيفهم اثنيناتهم سوا بكره بكون ممنون، واذا ما قدرنا احتمال اجل الحلقه بضع ساعات ما بعرف، لا اشوف راح احكي مع اخوي احمد وبعدين نشوف، اكيد يعني راح تكون حلقه ممتازه، واتمنى تتابعونا بكره. شكرا لكم اصدقائي، شكرا لك الحسيني، الى اللقاء في حلقه. شكرا لك وشكرا لكم، الى اللقاء الى اللقاء.